بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة غريب، يا مظلوم كربلا ما خاب، سيدي من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قل له أيها النبي شكات، قل له أيها النبي شكات، يعني يا رسول الله عندي شكوى. قل له أيها النبي شكات، لك عندي ممزوجة بدموعي. قل له أيها النبي شكات، لك عندي ممزوجة بدموعي. إن تلك التي على بابها الأملاك، هاي الشكوى. قل له أيها النبي شكات، لك عندي ممزوجة بدموعي. إن تلك التي على بابها الأملاك، تبدي الخشوع بعد الخضوع. شبيها هاي. قل له أيها النبي شكات، لك عندي مشفوعة بدموعي. إن تلك التي على بابها الأملاك، تبدي الخضوع بعد الخشوع. قد أحاطوا بالنار منزلها السامي، قد أحاطوا بالنار منزلها السامي، بتطهيره بشأن رفيع. أحب هاي الأبيات، بس التفتونها خلوا بالكم يلا. قد أحاطوا بالنار منزلها السامي، بتطهيره بشأن رفيع. أسقطوها بالباب محسن عصرا، أسقطوها بالباب محسن عصرا، بعد تأليمها بكسر الضلوع، بعد تأليمها بكسر الضلوع. اي والله، بعد تأليمها بكسر الضلوع، دخلوا بيتها عليها. ايش قد ما يستحون، خجل ما عندهم والله. دخلوا بيتها عليها، وقادوا بعلها المرتضى بحال فظيع. دخلوا بيتها عليها، وقادوا بعلها المرتضى بحال فظيع. فظيعي فظيعي، فدعت فيهم اتركوا لابن عمي، او لاشكو الى المجيب السميع. فتلافوا من البتولة ما لو اغفلوا لزلزلوا عن سريعي. بعد قل لدار الأحزان، قل لدار الأحزان، ما زلت لا زالت ضلوعي تحوي قبور البقيع. الله. قل لدار الأحزان، يا
قبور البقيع. يا دار الأحزان، ما هو السر حين تدفن سرا؟ ليش؟ ما هو السر، ما هو السر، ما هو السر حين تدفن سرا وجهارا أتوا إلى التشيع؟ وجهارا أتوا إلى التشيع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. تتمة بحثنا مباشرة ومن دون أي مقدمات، ونحن في فقرة من فقرات خطبة الزهراء، وهي فقرة ظهرت فيكم حسيكة النفاق أو حسكة النفاق كما عبرت سلام الله عليها. بينا الأعداء في القرآن وأقسامهم الأربعة، عرفنا النفاق، جئنا بآيات صفات المنافقين وانتهينا منها ليلة البارحة في القرآن والسنة. الليلة أريد أبين محطة أخرى من محطات البحث، من بعد ما بينا علاماتهم في القرآن الكريم، في هذه الليلة أريد أبدي بصفاتهم في القرآن الكريم. من هم؟ المنافقون، لأن قلنا هذا البحث يهم ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. صفاتهم في القرآن الكريم في مثالين في القرآن الكريم يبين صفة من صفات المنافقين، ومن خلال هذين المثلين نعرف أن المنافق قلق دائما. بس ركزوا ياي أرجوكم، مضطرب دائما، قلق دائما، هاي من صفات الدائمية اللي ما يتخلى عنها. المنافق دائما شنو؟ قلق ومضطرب وخائف. التفتوا، والقرآن بيّن ذلك من خلال مثلين. خوشنو هاي المثلين اللي بيّنهم القرآن، أو المثلان اللي بيّنهم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، مثلهم، بس التفتوا لي، هاي في سورة البقرة ثاني سورة في القرآن. قلق مستمر، قلق، اضطراب، عدم اتزان، ماكو اطمئنان. ألا بذكر الله شنو؟ ماكو اطمئنان. المنافق ما عنده اطمئنان أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، مثلهم يعني مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، كما يعبر القرآن الكريم. القرآن يقول هذا مثل المنافقين، يا من تريدون معرفتهم، يا من تريدون كشف حقيقة المنافق وخارطة نفس المنافق. شوية العبائر دقيقة قاعد أختارها، معرفة خريطة نفسية المنافق. قلق مستمر واضطراب مستمر، وماكو اطمئنان عند المنافق أبدا أبدا. هسه شنو ربط هالعنوان مع الآية الكريمة والمثل المضروب في الآية؟ واضح إن شاء الله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. المنافق في بداية أمره محتار وخائف وما يدري شو يسوي ومضطرب، بعدين أضاء نارا، بس التفتولي خلوا بالكم يمني، بعدين أضاء شنو؟ نارا. النار تعطي شنو؟ نورا. النور يعطي شنو؟ اطمئنانا. صحيح ولا ترى هذا شيء مرتبط بشيء؟ يعني انت بصحراء قاحله وظلمه، ما تدري حيوان يفترسك، ما تدري افعى تلدغك، ما تدري عقرب يلسعك، ما تدري كل شيء، ما تشكم داير ما دايرك ما تشوف شيء. اما لما فانت خائف مضطرب، لما توقد نار، النار تعطيك نور او ما تعطيك نور؟ ها، تعطيك نور. النور يعطيك اطمئنان وراحه بال، لو ما يعطيك الضوء، الضوء هذا الضوء يعطيك اطمئنان وراحة بال. زين، هو المنافق أوقد نارا؟ نعم، يعني أوقدت له النار؟ نعم.
من خلال الإسلام. قبل الإسلام هو مضطرب وخائف ومشرك إلى آخره. إجا نور الإسلام أضاءت نارا كما يعبر القرآن، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هاي تعبير القرآن. الإسلام نور، النور اطمئنان وراحة وطمأنينة. زين، هو على أساس دخل بالإسلام، لكن لما دخل بالإسلام دخل بالإسلام حتى يستفيد من الإسلام، يستفيد من الإسلام حتى يدخل الجنة أقصد، لو يستفيد من الإسلام حتى يسلط على الإسلام ويأخذ الدولة ويأخذ ما أدري إيش ويضرب الإسلام ويكيد للإسلام، فهو من بعد النار اللي ولدت نور واطمئنان أطفأ هذه النار بداخله. لما أطفأها رجع في الظلمة وما رجع، رجع للظلمة. لما رجع للظلمة رجع للقلق والخوف والاضطراب وما رجع. أنا ما أدري القرآن لما يضرب هذا المثل إنه حتى يفيدنا لو إلما انضربه. هسه من بعد ما بينت فكرة المثل المضروب في الآية مثلهم، يعني مثل المنافقين، من بعد ما بينت معناها دي خلي أرجع للآية حتى لما أقراها مرة ثانية يكون فهمكم إلها جدا واضح. شوفوا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت هاي النار وصار نور واطمئنان وراحة ذهب الله بنورهم. طبعا ذهب الله بنورهم جراء أفعالهم وأعمالهم وما قاموا به، هذا المقصود. يعني ما يستحقون النور، الله أخذ النور، ما يستحقون، أطفأها في قلوبهم، ما يستحقون، لأن بدل ما يستفيدون من شوفوا إخواني الضوء، هذا المصباح مرة واحد يستفيد منه حتى يمشي بطريقه، حتى ما يوقع، حتى ما يعثر، حتى يجد حاجته ضالته. مرة هذا الضوء حرام ويستفيد منه حتى يبوق البيت أكثر، إذا ظلم ما يشوف شي يبوق، أما إذا أكو ضوء يبوق أكثر، لو ما يبوق يسرق أكثر باعتبار يشوف يأخذ الأمور الثمينة، أما إذا ظلم يخبط خبط عشواء، صحيح ولا؟ فمرة واحد الضياء يستفيد منه لأمر إيجابي، مرة يستفيد منه لأمر ماذا؟ سلبي. لما يستفيد منه لأمر سلبي يرجع للظلمات، وهذا حال المنافقين. فلما أضاءت ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات شنو؟ لا يبصرون. طبعا ما أدري هسه هاي الآية تذكرني بآية أخرى في نفس سورة البقرة في آية الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أولياؤهم منو؟ الطاغوت. يخرجونهم منين لمنين؟ من النور. زين، القرآن يقول والذين كفروا، هم الذين كفروا عدهم نور حتى الله يخرجهم من النور إلى الظلمات، وهم الذين كفروا منين لهم نور؟ هسه باعتبار هناك نور وانطفأت النور، النار وانطفأت النار، فانطفأ النور ذهب الله بنورهم. أكو تشابه بين الأمرين، خصوصا قلنا أن بغض علي نفاق في صحيح مسلم، بس أبحاث مرتبطة. يسأل الإمام الصادق، أو الإمام الصادق يسأل أحد أصحابه، قال هاي والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. آخر هم الذين كفروا منهم نور حتى الطاغوت يخرجهم من النور، ما هم في الظلمات. الإمام الصادق قال له هاي الآية، ذاك سكت ما عرف يجاوب لما الإمام سأل. الإمام قال له أنا أجاوبك. قال قل يا ابن رسول الله. قال لهنا المقصود بالذين كفروا، كفروا بولاية جدي علي بن أبي طالب، يعني حتى لو كانوا مسلمين. شوفوا الذين كفروا يخرجونهم من النور إلى الظلمات، هو مسلم دخل بالإسلام وشاف نور الإسلام، بعدين أخرجه الطاغوت من نور الإسلام إلى ظلمات النفاق والكفر. تقول مو القرآن قال الذين كفروا، مو الذين أسلموا، كفروا. زين شلون مسلم بس ولاية ما عنده، كفر بولاية علي. إخواني الإمام الصادق يقول في حديث آخر، بس والله ما أدري، ما أحب أذيكم وأثقل عليكم، أن الكفر في القرآن على خمسة أقسام. الكفر في القرآن على إيش كثر؟ قسم من هاي الأقسام الخمسة كفر الولاية، كفر ولاية علي بن أبي طالب. ولهذا بل أقرأ وياي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من
ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سؤال، اللي رجعوا مع النبي بحجة الوداع مسلمين وكافرين، ها؟ اشتوهم جاي من مكة، جاي من الحج، يعني شنو؟ شو القرآن يقول؟ إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إخواني، أكو كفر إسلام، أكو كفر إيمان، واضح الكلام؟ هسه تكفيري راح يقول شوف الشيعة هم يكفرون مثلنا، مو بس احنا نكفر، الشيعة يقولون عن لا 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 لا، كفر الإيمان مو كفر الإسلام، اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد مسلم، لا لا مسلم، مسلم نعتقد بإسلامه بس ما عنده ولاية علي بن أبي طالب، كافر شنو؟ إيمان، عنده كفر إيمان. ولهذا القرآن شي يقول في آية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يكفر بالإيمان، مو بالإسلام، اذكروا القرآن يا أحبابي، ومن يكفر بمن؟ قالت الأعراب آمنا، قل شنو؟ لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هاي بعد آية قرآنية تفرق بين الإيمان والشنو؟ والإسلام. ولهذا أنا دائما أقول الإيمان دكتوراه، الإسلام شنو؟ ماجستير. اللي عنده ماجستير مو بالضرورة عنده شنو؟ دكتوراه. أما اللي عنده دكتوراه بالضرورة شو يكون عنده؟ هاي الحكاية. قالت الأعراب آمنا، لا لا أنتم ما آمنتم، أنتم أسلمتم، نعم أسلمتم بس أنتم كفرتم بالإيمان، أنتم مو مؤمنين، مسلمين. فارق في القرآن. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، هاي كفروا بالإيمان، يخرجونهم من النور، نور الإسلام، إلى الظلمات، ظلمات النفاق. ما أدري الآية واضحة ولا مو، هاي آية الكرسي احنا كل يوم نقراها غير نفهمها يا شنو. وإلا الكافر بالإسلام منين لنور حتى يخرجهم من النور إلى الظلمات، منين لنور؟ بالله قل لي هو كافر منين لنور؟ هو كافر. والذين كفروا القرآن يقول، أنا اليوم مصمم سريع ما أعلق، وهاي من الآن ما أدري ربع ساعة راحت، قلت ما أعلق أريد أمشي حتى أكمل بحثي، بس هاي نكتة قرآنية شهية ما أريد أحرمكم منها. أدري بعض الشباب أحبابي يبحثون عن هذه النكات القرآنية الدقيقة، ومن يكفر بالإيمان القرآن يقول، ما أدري في كتبنا وكتب غيرنا، رسول الله لما برز علي إلى عمرو بن عبد ود العامري ماذا قال رسول الله؟ والله تتذكرون يوم ما تتذكرون برز شنو؟ شوفوا برز الإيمان مو نصفه، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. القرآن يقول ومن يكفر بالإيمان، من هو الإيمان كله؟ لا، في صحيح مسلم لا يحبني إلا مؤمن، صحيح مسلم يوافقنا على النظرية، صحيح مسلم بعد. والله أنا أعجب يعني، أنا ما أعرف، وأنا قبل ليلتين بالطليعة ما أدري الأحبة ذات صحيح مسلم صعدت وياي على المنبر، ما جبت وياي لهنا باعتبار هناك صعدت على المباشر بعد، مو كل يوم أجيبه وأراوي. أعطيكم شاهد قرآني آخر بسرعة حتى أروح للمثال الثاني، أن المنافق في قلق واضطراب مستمر، بس التفتول. أعطيكم شاهد قرآني ثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع، طبعا هذا السائل بكتبنا وكتب غيرنا أصور، تدرون أمرتنا بالصلاة من بعد ما قال من كنت مولاه، أمرتنا بالصلاة فشنو؟ فصلينا، يعني مسلم يو كافر؟ مسلم. أمرتنا بالصوم فصمنا، أمرتنا بالحج حجينا، أمرتنا بالزكاة زكينا، فما طابت نفسك حتى أمرت علينا ابن عمك، هذا منك أم من الله؟ رسول الله قال من الله، رفع إيد الغبي قال اللهم إن كان هذا منك فأمطر علي عذابك، نزل علي العذاب. القرآن يصف حال هذا، يقول سأل سائل بعذاب واقع، سورة المعارج، بعد السائل تحتاج مصدر وجزء وصفحة، سورة المعارج، سأل سائل بعذاب واقع، شنو التكملة؟ جزاك الله خير، للكافرين ليس له دافع،
زين هو يقول أمرتنا بالصلاة فصلينا، شلون للكافرين؟ هذا يا كفر. مسلم مو مؤمن. احنا مو مكفرتشيه، لا مو ادري هسه راح يقطعوها باكر يشوفوها على فضائيات التفخيخ والتفجير، اوه الشيعه يكفرون، لا لا ما نكفر. احنا ديننا قران، القران يفرق بين الاسلام والايمان، الايمان درجه فوق الاسلام. كل مؤمن مسلم، مو كل مسلم مؤمن. لا انتم مسلمين نعم، مو مؤمنين نعم. القران يقول مو اني، صحيح مسلم يقول مو اني. هذا الكلام، هذا الفرق بين التفكير والتكفير، هذا الفرق بين التفكير والتفخيخ والتفجير عند الغير، هذا الفرق، هذا الفرق بين البحث المنهجي والهمجي. طبعا هسه بعد هنا اكو كلام كثير. الكفر مو بس هذا، كفر النعمه. ما ادري تعبتوا يا ملتفتيلي ايها الاحبه ايها الاخوه، والله هاي المعارف القرانيه مهمه نحتاجها، صدقوني يا احبابي. في القران اكو كفر اسمه كفر النعمه، لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي، ولئن كفرتم في مقابل شنو؟ شكرتم. فهنا الكفر كفر شنو؟ كفر النعمة. كافر النعمة لعله يكون شنو؟ مسلم. مسلم بس يكفر بنعمة الله. الآن ما عندنا مسلمين يكفرون بالنعمة؟ إذن الكفر أقسام. ولهذا الإمام الصادق الجماعة عندهم الكفر قسم واحد. لا يا عمي، الإمام الصادق يقول 5 أقسام الكفر بالقرآن. ليه يقول هذا الحكي؟ يكون يجون المدرسة الصادق يتعلمون كفر النعمة. وهاي من طرف ثاني هم كفر بولاية علي، مو الإيمان والإسلام، هاي من طرف ثاني. وولاية علي بن أبي طالب من أعظم النعم. ثم لتسألن يوم قفوهم إنهم مسؤولون في آية أخرى، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والنعيم ولايتهم، والدليل ما أجمعنا عليه إحنا وغيرنا، اليوم أكملت لكم دينكم. كملوا الفقرة الثانية. وأتممت عليكم شنو؟ نعمتي. إذن ولاية علي ماذا؟ نعمة. والقرآن يقول هناك من يكفر بالنعمة. هاي خذها طرف ثاني، وأقدر أجيب لك طرف ثالث ورابع وخامس، بس هذا راح يصير بحث مستقل بحد ذاته إلى وقت آخر إن شاء الله. أرجع البحثي يكفي، هاي النكات كافية. المثل الثاني حتى نستغل الوقت، بس المثل الثاني نفس مؤدى المثل الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تبحثون عن معارف القرآن، نريد نوعي جيلنا، نثقف جيلنا يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ما أدري مخيف يا مو مخيف، تمشي بمكان أظلم ورعد، قلق، خوف، اضطراب. القرآن لما يمثل المنافق يمثله بهالصورة. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم شنو؟ حذر الموت. شوف الخوف وين واصل بيهم، صوت الرعد قوي عاصف بحيث يخلي إيديه شنو؟ بإذانه خايف. إلى أن تقود الآية. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما، شوفوا هناك أوقدوا نارا، هنا كلما أضاء لهم مشوا فيه. أضاء. الآية اللي قبلها مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ذهب الله. هنا كلما أضاء لهم بالإسلام شنو؟ مشوا فيه. وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقفوا، قاموا، هاي بالنفاق.
بعد هسه هذا الأمر الأول خلني أقرب بعد آيات أنه صفات المنافقين في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. الذين يتربصون بكم. من يتربص بمن؟ المنافق بالمسلمين الحقيقيين يتربصون. ما أدري إخوان تدرون شنو يتربصون؟ يعني يستغلون شنو؟ الفرص. أحسنتم. يعني انتهازيين. أسألكم بالله دول موجودين بمجتمعنا أو ما موجودين؟ ها؟ هسه أنا ما أحب أتدخل بهاي الأمور زايد. أبحاثي دوم ضمن أجواءها العلمية والعقائدية ومكتفي بغيري من أساتذة المنبر ليطرحون المشاكل الاجتماعية. أنا مكتفي بيهم. هم يمثلون باللي يقولوا. يمثلون المنبر الحسيني. لكن هسه باب الشيء بالشيء يذكر. إخواني إيش قد أكو ناس كانوا بذاك الوقت ملاحظ هم أهل الحظوة وهم أهل الكذا وهم اللي كانوا يهوسون وهم اللي كانوا يصفقون وهم اللي كانوا 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 لما راح ذاك الطاغوت الآن هم شنو استغلوا الفرصة وهم هم شنو هم رجع والهوس الذاك هوس هذا أكو يوم أكو واللي انهجم بيته بذاك الوقت وانقتل وشبع سجون وشبع ضيم الآن مريض نايم بالفراش ما حد يشتري بفلس صحيح ولا هم دولة هسه الآن صار هو المجاهد وغيره صار بس يغير الاسم نفس الهوسة ونفس الرباط مال الهوسة بس الاسم يتغير الاسم مرة يصير إبليس مرة فرعون مرة نمرود مرة يزيد مرة حجاج مرة فلان مرة فلتان مرة علان الهوسة نفس الهوسة من الله خلق الأرض اليوم أنت وأنت بس الاسم شنو يتغير هو كل يوم يغير اسم يجيب اسم يخلي بمكانه ويهوس وهم حصل ليش؟ ليش؟ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ليش؟ اليوم جوني يعني تكلموا وياي بعض الإخوة من باب الشيء بالشيء يذكر بعض الإخوة المزارعين في سفوان وغيرها باعتبار هذا الأمر يشمل مو فقط هاي المنطقة يشمل كل مناطقنا الجنوبية ومناطق الوسط بالله إخواني أرجوكم يعني اللي يقدر يوصل صوتي خي يوصل صوتي للمسؤولين خاف ما يسمعونه اللي يقدر خي يوصل الصوت حتى بركت الله نقدر نسوي شيء يقولوا لي السنة اللي يزرعون طماطة اللي يزرعون كذا اللي يزرعون يقول لي ضررهم السنة أكثر صار 10 سنين هم متضررين كل سنة بوقت موسمهم الجماعة يفتحون الحدود ويجيبون من خارج البلاد وجماعتنا اللي يزرعون ويتعبون كله يروح شنو هواء في شبك يقولوا لي السنة أكثر سنة خسرنا بيها يعني واصلة الخسائر 150 مليون 160 مليون زين هذا بالله عليك يزرع ويتعب وتاليها 150 مليون خسارته والبنك طالبه والدولة طالبته أنا ما أعرف يعني ليش هذا الوضع إخواني أنا أسأل يعني ليش إيش معنى وقت موسمهم الحدود تنفتح ويقولوا لي يقولوا لي وقت موسم المناطق الأخرى الحدود تنغلق أنا ما أعرف يعني من قاعد يشتغل هذا الشغل لأذيتنا لا حقيقة والله هذا الشغل منو قاعد يشتغله أنا ما قاعد أعرف هذا مقصود أكو أيدي وراقه وكن نعرف الأيدي إيش معنى المناطق الغير لما يكون موسمهم الحدود تنغلق وهم يربحون جماعتنا لما يجي موسمهم الحدود تنفتح حتى يخسرون إيش معنى يقولوا لي 10 سنين إحنا خسارة والسنة أكبر خسارة خسرناها ليش وإجوا شكولي قالوا إحنا ما حد إلنا غير منبر الحسين منو إن الآن غير المنبر يحكي بآلامنا بس منبر الحسين واقف ويا الناس فكون نحكي أنا أوجه ندائي إلى هذا وزير الزراعة أقول له شنو شغلك بالضبط شنو شغلك شنو شغلك أنت شغلك أذية الناس ليش تؤذون المزارعين بهالطريقة هذه من المستفيد إذا الزراعة في العراق انضرت من المستفيد أدعو الحكومة هاي الديون المترتبة عليهم من 10 سنين كلها تلغيها إذا تحترم منبر الحسين كلها الغوها عن مزارعينا ومن السنة الآتية الحدود وقت موسمهم وغلقوها خلي هم يقدمون نتاجهم للشعب هم يستفيدون والبلد يستفيد والكل يستفيد
والديون المترتبة عليهم ألغوها كلها لأن بسببكم خسروا. ألغوا هاي الديون. إذا يحترمون منبر الحسين خيسمعون صوتي ونريد الرد سريع والمعالجة سريعة. وطمأنت هؤلاء بكل سرعة. أنا أتصور هاي الأمور اللي قاعد تصير من هاي الطبقة اللي يشير لها القرآن. ذولا البلاء المبرم. ذولا الانتهازية. ذولا شوفوا خلنا أقرأ الآية. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. إذا أنتم نجحتوا يقولوا لكم نجحتوا بأتعابنا وإحنا وقفنا وياكم، لو ما إحنا واقفين وياكم أنتم شنو ما تشحون. وإذا أنتم خسرتوا يرحون للنجحوا، يقولوا لهم لو إحنا واقفين ويا ذولا شنو كان نجحوا، بس لأنه عفناهم خسروا وانطونا حقنا. فهم بهاي وبذيك بالدنيا شنو ربحانين، بس بهاي وبذيك بالآخرة شنو خسرانين. القرآن يعالج، القرآن دواء، دواء لكل أمراضنا القرآن. بس تركناه مهجورا وسيشتكي علينا يوم ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن شنو مهجورا. يوم القيامة النبي يشتكي على أمته يقول اتخذوه مهجورا، خلوا القرآن المقابر فقط. القرآن كتاب حياة، دستور حياة. إذن الصفة الثانية للمنافقين أنهم ماذا؟ انتهازيون، يستغلون الفرص. الصفة الأولى شنو شباب؟ الصفة الأولى شنو؟ قلق واضطراب مستمر وعدم طمأنينة. زين، بعد القرآن شو يقول؟ يقول كصفة ثالثة يحلفون بالله، يعني خائفون، مضمون الآية خائفون، يحلفون بالله إنهم لمنكم، من قد خوفهم، والله احنا منكم، والله احنا وياكم، والله احنا كذا، وما هم منكم، كما يعبر القرآن الكريم. خلنا نمشي بسرعة. فقرة جديدة، وظهرت فيكم حسكة النفاق الزهراء. تقول هاي العبارة اختزلت كل هاي المعاني. أسلحة المنافقين حتى ندافع عن أنفسنا أمامها. المنافق في القرآن عنده أسلحة. شنو أسلحته؟ أول شيء القرآن يقول اليمين الكاذب، هاي واحدة من أسلحة المنافق، يحلف كذب. بسم الله الرحمن الرحيم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني حيال. واحدة من أسلحة المنافق أنه يحتال ليعيش، يعني مخادع، يستخدم الخدعة والحيلة حتى يمشي شنو مآربه. فإن تكون الصير حذر هم العدو فاحذرهم. إذا هو حيال ومخادع وانت نايم، أو آني ليش أنت عمي آني؟ أنا نايم، عدوي حيال ومخادع، تعبير العراقيين لعبي، وأنا نايم غافل، شلون شنو المعادلة شلون راح تصير؟ ها؟ والله هاي الآية وحدي تدعو ليقظة الأمة، تريد أمة يقظة مو نائمة. بس ما أدري بعد شلون نحكي حتى نوصل الفكرة، والله ما أعرف. هاي الآية تقول للأمة كون صيروا متيقظة، أمة يقظة، يقظة تعرف الدسائس والمؤامرات والشغل كله تفهمه. أمة ما مغلوبة، ما تنغلب. بس هاي وين الحاجة تلقاها؟ المهم هسه لا نحكي هواي. المهم والله التفتوا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. الله يشهد يقول، وهو ألد الخصام، وهو أعدى أعدائك، وإذا ظفر بيك ما يرحمك، بس يخادع. هاي واحدة من أسلحة المنافقين، أو السلاح الثاني للمنافقين. أنا بس أتمنى الأحبة يطبقون هذا الحكي على حياتنا ويشوفون الكارثة اللي بيها الناس. نستفيد من القرآن لحياتنا، ننقذ أنفسنا أمام هذا الوضع اللي إحنا بيه، كل دسائس ومؤامرات حتى نقرأه عدل، نفهمه عدل بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم، شوف هاي واحدة من سوالف أسلحتهم. ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني المنافقين شغلهم دوم من خلال المؤتمرات السرية،
وثقافة المخابرات والاستخبارات والشغل تحت الأرض دائما يتحركون من خلال هذا السلاح، سلاح السر والمؤامرات والدسائس والشغل تحت الأرض. زين، وإذا المقابل مطفي شلون؟ هو يشتغل جوا الأرض والمقابل فوق الأرض ما يشتغل شلون؟ هو ينوكل. إمامك أمير المؤمنين سلام الله عليه شباب يقول من نام لم ينم عنه، من نام لم ينم عنه. أنت من تنام عدوك ما نايم، هذا المنافق ما قاعد. آخر شيء حتى أقول اليوم سويت شيء وباكر أختم، هذا بسرعة راح أمشي بسرعة، تحملوني. أنا البارحة قلت لكم البارحة حليناها قصص وسوالف، الليلة راح كلها ضخ معلومات، فتحملوها ضخ معلومات. بعد المنافق طبيعة دائه، هاي مسألة مهمة حتى يبقى لي وقت للرثاء 3 دقائق فقط، هاي مسألة كلش مهمة. المنافق طبيعته يستهزئ بالمقدسات الإسلامية الدينية ويخليها عرضة للاستهزاء حتى الناس تستهزئ بيها. هاي دائما اللي يسويها قدامكم شكوا أمره، اللي يخلي العقائد مدعاة للسخرية، القرآن يقول هذا شنو؟ منافق. سلاح من أسلحة، وهاي شقد خطيرة الحكاية والله، بس هاي تحتاج محاضرات. من أهم أسلحة المنافق أنه يسفه الدين ويخليه مدعاة للسخرية ويضحك على الناس من خلال هذا السلاح والأسلوب. هاي وين ذكرها القرآن؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى وين؟ إلى الكعبة، قاموا يستهزئون. شوف، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، دول المنافقين بيناتهم، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، محمد شلون انتقل منا لهنا، يعني هاي كانت غلط ومحمد، وهكذا يقعدون بالنوادي يسولفون ويضحكون ويستهزئون والى اخره. الله يقول لهم ادري بيكم ايش قاعد تحكون، اعرف. ما ادري مرت بالعراق فتره اللي يصلي يستهزئون بي ولا ها؟ هذا سلاح من اسلحه المنافقين، بحيث اذا واحد يا مجموعه يريد يصلي يروح يختله ورا نخله، يختله ورا كذا يصلي. شوفوا، اقول هاي طبيعه المنافق تشي يشتغل. من اهم اسلحته هذا، يستهزئ بزياره الحسين، يستهزئ مثلا بمواكبنا بمجالسنا. شوف شلون يبكون مثل النسوان ويضحكون هاي مثلا يستهزئ بمواكبنا، شوف ذول مطينين يضربون على رؤوسهم كأنهم خابين مثلا يضحكون. هاي من أسلحة المنافقين، استخدموها. القرآن يقول منافق اجى للنبي صلى الله عليه وسلم، وش قال له؟ قال له يا محمد هاي صلاتك ما تعجبني. قال له شلون؟ قال له كيف كذا، هسه ما تجيب العبارة، كذا يعلو على رأسي، يعني مؤخرتي تعلو على، يعني يستهزئ. هاي طبيعة المنافق. يقول هذا كلام خطير مهم، بعد انتم طبقوها على موارد كثيرة، طبقوها على موارد كثيرة هذا الكلام. مثلا شوفوا، يحذروا الآخر شيء، آخر شيء، يحذروا المنافقون، يحذر خايفين المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. الله راح يضحكم، استهزئوا، الله راح يطلع كل سوالفكم بالقرآن. قل استهزئوا، ندري بيكم قاعد تستهزئون بالدين، نعرف، وراح نفضحكم ونقول هذا سلاح من أسلحتهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. الخايفين منا الله راح يطلعه. حكي هواي هنا، انطيني مساحة شهر رمضان وشوف شو أسولف لك بهذا الموضوع، شوف شو أسولف لك. م-
معاوية ذات رسالة الأمير، وليش أقول لك شوف أسولف لك، معاوية بنهج البلاغة ذات رسالة الأمير المؤمنين يستهزئ بالرسالة، يقول له أنت علي الخابصنة ذاك اليوم مو كنت مصعد مرتك على ناقة وتفتر بيها على بيوت المهاجرين والأنصار، تعالوا بايعوني، يستهزئ. الإمام قال له أردت أن تذم فمدحت، أنت عشبالك تضحك علي أنا مصعد مرتي وأقولهم كرامة للزهراء وإلي بايعوني حتى أنا هذا سويته لخدمة الإسلام، الإسلام بخطر، أستخدم كل الوسائل حتى أخذ الإسلام من أيديكم أيها المنافقون، شو أسوي؟ تذمني مدحتني، أنا مستعد كل شيء أسوي لخدمة الإسلام. شوفوا يقول له مركب مرتك استهزاء، هاي طبيعة المنافق. هواي عندي حكي إلى وقت. آخر شيء المنافق بعد من أهم أسلحته، الله، إن تمسسكم يا رسول الله، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة شنو يفرحوا بها. يا محمد من تنتصرون هم يضوجون، من تصيبكم ألم يو جرح يو قرح هم شنو يفرحون. بالله عليكم وبزيارة عاشوراء اشتقرون، وهذا يوم شنو فرحت به آل زياد وآل مروان، ليش؟ لأن حزن به محمد فرحوا. هذه من أسلحة منه المنافقين. باكر راح أبين هم من المنافقين اللي الزهراء قلت لهم ظهرت فيكم حسكة. أنا باكر أريد نخلي النقاط على الحروف إن شاء الله حتى نوصل القلب البحث في الليلة الآتية. أنا عندي أهم كلمات راح أقولها الليلة الآتية إن شاء الله حتى نوضح لكم الحقيقة، حتى تعرفون أهمية خطبة الزهراء ظهرت حسكة النفاق. اللهم إن هذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين. محمد بكى هم فرحوا، بل تبركوا باليوم الذي قتل به الحسين، تبركوا به لأن محمد حزن هذا المنافق. شوفوا إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة شنو يفرحوا بها. أما أنا وياك المؤمنين من محمد يحزن إحنا شو نسوي؟ نحزن. ومن محمد يفرح شنو؟ نفرح. شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، والله كمل لي، يفرحون لفرحنا ويحزنون. هذا المؤمن، المنافق بالعكس. تسلحوا بالعلم، تسلحوا بالعلم. هسا أنا كل ساعة أقول هاي آخر واحدة، هاي آخر واحدة، فعلاً هاي آخر واحدة، عهد، أخذوا مني عهد آخر واحدة، بنص دقيقة أروح للمصيبة. بعد من أهم أسلحة المنافقين، هسا ما أدري صاراً ستة سبعة، هاي الحساب يومكم أنتم بعدين حسبوا. من أهم أسلحة المنافقين وإذا جاءهم أمر من الأمن، المنافقين إذا جاءهم يعني منافقون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني الإعلام المغرض. من أهم أسلحتهم الإعلام، الإعلام من أهم أسلحة المنافقين. الحسين خارجي، الحسن مزواج متزوج 200 وحدة، علي بن أبي طالب قتل فلان، ذا إعلام، إعلام، يشتغلون ليل نهار بالإعلام، ولليوم الإعلام مالتهم أقوى من إعلامنا، صحيح ولا؟ لليوم مع الأسف. جزا الله هاي فضائياتنا الدينية اللي بإمكانياتها البسيطة اللي وقفت أمام إيش أسميها؟ دول الإعلام وإعلام الدول في الواقع. ما أعرف اسمه، والله ما أعرف اسمه. إمبراطوريات الإعلام عند الغير، إمبراطوريات. إحنا جماعتنا بإمكانيات بسيطة يعني، جزاهم الله خير. هاي أهم أسلحة المنافقين، تتمة البحث في الليلة الآتية حتى نختم ونخلص إن شاء الله تعالى. هاي الأسلحة مال المنافقين يستخدموها ويا الزهراء، يستخدموها. الإعلام يقول الزهراء تبكي ليلا ونهارا على موت قطعة أرض، ولهذا الزهراء بخطبتها الثانية أو أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة من خطبه قال وما أصنع بفدك وغير فدك، يعني فدك أقصد الخلافة، فدك، فدك مو قطعة أرض بها نخلاته، أنا الأرض كلها ملكي، أنا محتاج قطعة أرض أنا، بس هاي إحنا نقصد بها شيء. الإعلام يقول علي يبكي والزهراء تبكي على نخلات مثلا، الإعلام يقول الحسين قاتل
الطاغوت يزيد على كرسي مثلا، استخدموا الإعلام ضد آل البيت وخصوصا ضد البضعة الزكية الطاهرة، ولكنها فضحتهم ببكائها وحزنها على أبيها، فزتهم عرتهم، لليوم ما قدروا يلبسون هدوم، من قتلوا الزهراء لليوم هم عرات أمام الكون وأمام التاريخ، لليوم عرات، عرتهم أم الحسن، خزتهم أم الحسن. روحي فداك يا حبيبة المصطفى، روحي فداك يا حبيبة الله، أدري تأذيتي أعرف. الله يحفظ المرجع العظيم القدر العالي الشأن آية الله العظمى شيخ الوحيد الخراساني حفظه الله في قم، زعيم الحوزة في قم. الشيخ الخراساني يقول في درس البحث الخارج ما أدري 4000 مراهق للاجتهاد في درسه، درس البحث الخارج الشيخ الوحيد الخراساني مرجع بدرس البحث الخارج يقول للتلامذته، يقولهم أكو بنية أو أكو مرة زوجها علي ابن أبي طالب وأولادها الحسن والحسين وزينب، لما أبوها قالها أنت أول واحد يلحق بي تفرح وعدها زوجك علي والحسن والحسين، يعني تفرح بفراق علي والحسن والحسين، أكو هيك مرة؟ الزهراء إش قد شافت ألم ولوعة ومصاب، اللي فرحت لما أبوها قالها أنت أول من يلحق بي يا فاطمة، يعني إش قد راوها مرار وألم، اللي قبلت بفراق علي والحسن والحسين. ها؟ إش قد عدها فراق وألم، لوعة وألم سلام الله عليها. المهم البارحة قرينا مصيبتها وشهادتها، روحي فداها صلى الله عليها. الليلة أريد أكمل ما وصلت إليه، تشييعها الإخوة قالوا لي خليه باكر تشييع الزهراء، باكر قالوا لي أعوفه باكر. أمير المؤمنين لما استشهدت هاي البضعة الزكية بدأ يغسلها، جابها خلاها على دكة المغتسل، قالت لأبا الحسن لا تكشف عني، عني طاهرة مطهرة، غسلني من خلف ثيابي يا أمير المؤمنين. فبدأ علي بتغسيلها سلام الله عليها، ابتدأ علي بتغسيلها، وبينما هو يغسلها تقول أسماء إذ اعتزل عن تغسيلها، قلت لابد احتاج حاجة من حاجات الغسل، تأخر علي والزهراء على المغتسل، تأخر، هسه يجي، ما اجى علي. تقول أسماء اجيت إلى لقيته قاعد بغرفته خال رأسه بين ركبتيه يبكي، هشي علي فارس الحروب يبكي، علي قالع باب خيبر يبكي، قلت له ما بك يا أبا الحسن؟ قال أسماء لما مرت إيدي على صدر الزهراء حسيتك ضلع من أضلاعها وقد أخفته علي أم الحسن عليها السلام. هو يدري لكن من لامس إيده الجرح الألم يصير أكبر واللوعة تصير أكثر، يدري هو. قالت لما يخالف ابن الحسن تعال كمل غسلها، جاي كمل غسلها. لما أكمل غسلها أراد أن يدرجها بأكفانها، قال يا حسن يا حسين يا زينب يا أم كلثوم، تعالوا وتزودوا من أمكم فاطمة قبل أن أدرجها بأكفانها. يقول علي تسابق الحسن والحسين على الزهراء، سقط حسن عليها وحسين على صدرها. يقول علي والعيش الذي عاشه رسول الله، رأيت فاطمة حنت وأنت. يا الله، لأن يقول كسر قلبي حسين، يقولها أماه بجدي رسول الله كلميني عليك محمد حاجي. يقول علي والعيش الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وآله، رأيت فاطمة أنت وحنت وضمت الحسنين إلى صدرها وهي على دكة المغتسل، ضمتهم إلى صدرها. يا الله يا الله يا الله. نعم أيها المؤمنون، يقول علي ف
فسمعت مناديا من السماء ينادي: يا علي نحي الحسنين عن صدر أمهما فإنهما والله أبكيا ملائكة السماء. يا ما اش اقرا لك الليله، شلون اقرا لك؟ اريد نبكي الليله، ما اعرف. وارد اقرا بيات جداد اول مره اقراها، ما يعجبني الليله ألشم قلبك، ارد ألشم قلبك الليله. فإنهما والله أبكيا ملائكة السماء. علي شال الحسن وشال الحسين عن صدر أمي ما فاطمة. الموقف صعب، نعم، مؤلم، نعم، قاتل، نعم، ولكن على الأقل أمهم كانت بثيابها، أمهم على المغتسل، مغسلة، مكفنة، أبوهم يموم، ملاحظ هم أخوة موجودين ومجتمعين، صحيح يا لا؟ يا جماعة أكو يوم ثاني صعب، أكو يوم ثاني مخيف، مؤلم، مرعب. أنا ما أعرف الملائكة بذاك اليوم شلون صار حالها، أنا والله ما أفهم. اليوم الثاني أكو جسم مقطع على الأرض وشال بيه حتى ثيابه، وأكو مرأة تصيح بعلو صوتها، تصيح: الليل أقبل وأمس الغروب يا ناس، الليل أقبل وأمس الغروب يا ناس، الليل أقبل وأمس الغروب، وما أدري أخي وقع يا صح. آخر دلوها دلوها، ما أدري أخي وقع يا صواب. يا ناس أهل الغيرة يقولون وسط القلب مصيوب. يقولون وسط القلب مصيوب، يقولون حالة حالة أخويا حالة يفت القلوب. شلون يفت القلوب أخوك؟ والله اسمع هالبيت يا أبا عبد الله، يا زهرة يا زهرة. يقولون حالة يفت القلوب. شلون يا با؟ يقولون ظل عاري بلا ثوب. يا با يقولون، يقولون ظل عاري بلا ثوب. تقرأ وياي؟ يقولون، يقولون، يقولون ظل عاري بلا. ها صاحت وصلت يمه، والله لا لا سمعوني سمعوني، أرد أبكيكم. وصلت يمه، دلوها دلوها، وصلت يمه شافته، قالت له: يا حسين والله مصابك ومصاب. يا بي حسين والله مصابك مصاب، وجانون لك بالقلب لها. عمي حسيت واهل الحسيت. يا بجانون يا ابو علي جانون لك بالقلب لها، بخويا من نومتك هاي على التراب، حتى الصخر لو شاف كذاب. شلون حكيها؟ خويا من نومتك هاي على التراب، حتى الصخر لو شاف جذاب. يا ابو علي لا اشوف بعض العيون بعدني ما باجي، تريد واحد يكسر قلبها اكثر، يريد الين قلبه حتى الدمعه تنزل. زينب السولف ويا الحسين: جت مرة، منو انت؟ رأنا الرباب سيدتي. ايش عندك جاي رباب؟ قالت لها: شوف وليدي، انت تشوفين اخوك انا وليدي. قالوا لي: وليدي على صدر ابوه. جيت اشوف. والله اسمعني اسمعني هسه اسمعني، ذني ما قاريهن والقبلهن هم جداد. لا بالله اسمع ذني اسمع ذني
قام السولف زينب تسمع خال ايدها على خدها امس المسا يا حسين وحدي متحيره ويدي على خدي ما ظل ولي يا اخوي عندي فهي خال ايدها على خدها على خدها والرباب السولف ويا ابنها وزينب تسمع تقول لها عبد الله يا ابن عتابل وياك والله اسمعني ها عبد الله يا ابن عتابل وياك ويا ابن النوب يحلى وياك العتاب والله لا احرق قلبك بس هسه ها عبد الله يا ابن عتابل وياك ويا ابن النوب يحلى وياك العتاب انا محتار بدفنتك ما ادري شلون تسمع اسمع أنا محتارة بدفنتك مدري شلون خدودك ناعمة ومو مالت تراب انكسر قلبك ما أدري أنا شقد قاسي أحكي هذا الحكي ها عبد الله يا ابن عتابل وياك ويا ابن النوم إذا عندك وليد صغير حاشي إذا عندك رضيع حاشي عبد الله يا ابن عتاب وياك ويا ابن النوم يحلى وياك العتاب انا محتار بدفنتك ما ادري شلون ليش ما ادري شلون انا محتار بدفنتك ما ادري شلون يما خدودك ناعمه ومو ماله تراب يما خدودك ناعمه ومو ماله تراب تريد بعد تبكي ولا بعد خل اقرا لك عندي وقت عندي وقت عندي فت 5 دقائق 6 دقائق بعد ليش ما بتشيك على الحسين ليش ما نبكي على الحسين المنافق يستهزئ خليه يستهزئ هاي القران يقول يستهزئ منافق بالعافيه عليه نفاقه 100 عافيه عليه نفاق خليه يستهزئ اكو شاعر ثاني ما دام قلت اكثر الابيات الاجداد المسامعيهن مني خل نكثرهن بعضهن قاريهن مره بعضهن ما قاريهن ابد هذا كشاعر يقول هسه احنا ذكرنا الحسين ذكرنا زينب ذكرنا الزهراء ذكرنا عبد الله اكو واحد المجلس ما يكمل اذا ما ذكره عاشور كلها مو كامله اذا ما هو ينذكر ها عرفتوه يمكن منو اي والله كفو اي والله كفو اي والله كفو هذا الواحد اسمه اخو زينب الشاعر يقول من الظعن سار مرة وعن نهر ظعن السباية خوش دمعان يابا مرة وعن نهر عن نهر ظعن السباية زين يا شاعر من يقول هذا عمهن يجوز واحد ثاني نايم قال لا عرفنا منين مروا عن نهر ضعن السبايا وعرفوا عمهن بطوية الراية يا ضو عرفوا عمهن بطوية الراية بعد انتو عرب اقحاح وصلاء وعرفن عمهن بطوية الراية الكل منهن هو مثل القطايا الله الله ايو بعد الكل منهن هو مثل القطايا تقل الجود ما ردناش مايا
يا بتقل الجود ما اردنا شماي عمي بقينا بلا ضرا وبلا حمايه يا بقينا بلا ضرا وبلا حمايه بيتين بيتين ثلاثه دقيقتين خلاص دقيقتين زينب راحت للحسين ابو علي قال لها اخيتي حبيبتي ليش جيتي مو الاعداء يشوفوك سامعين مني ليش جيتي خويا يا روح الزكيه ليش جيتي وطولك تشوفه امي ليش جيتي خويا يا روح الزكية ليش جيتي ودمعة عيوني الجيرية ليش جيتي وطولك تشوفه أمية بعد أني أخلي طفلة يمك وأني بخطر أقول لك خذها خاف يصير بيها شيء بعدين تجيني الطفل ما هو وياكله الطفل أسئلك عليه وما أسئلك ليش جيتي وطولك تشوفه ليش جيتي وين خليتي رقي تقول لأخويا يلي عالغبرة لقيته تقول لأخويا وحدي ما تقبل حالته تقول لأخويا ضربة والطفلة ونخاته تقول لأخويا ضاقت الدنيا وإجيته إلهي بمحمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد عجل فرج مولانا يا الله اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد هالحضور هذا هالحضور هذا يستجاب الدعاء يا إخوان يستجاب الدعاء إلهي بمحمد وآل محمد اقضي حوائجنا يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد واشفي مرضانا يا الله لا سيما المنظورين منهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية يا الله يا من اسمه دواء وذكره شفاء اللهم صل على محمد وآل محمد واكفنا شر الأشرار يا الله وكيد الفجار وطوارق الليل والنغار بمحمد وآله الأطهار يا الله المؤسسون تقبل أعمالهم أوصل مجلسهم إلى إمام زمانهم اكتبه في صحائف أعمالهم يا الله إلى أمواتهم أمواتكم أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات